لك زميلي احمد شوبير، راينا كلام الحاج محمد روراوه وكلام مزيان اغيل وعبد الحكيم سرار يطالبون بالهدوء وعدم تكسير المنتخب الوطني لاننا في وقت ضيق، ويجب ان نساند هذه فرصه لنساند المنتخب الوطني. وهذا الكلام انت تكلمت عنه الحمد لله يا ربي في الفيديوهات السابقه، فما هو تعليقك؟ شوف كاين لي ناس يبانوا لي باللي حقاره اللي تتبان عليهم في كوستيم وكرافاطه باش يقولوا هذا يهدر صح. ما قري انا الحمد لله يا ربي عندي ناس قوه اللي امنوا بربي سبحان الله بالهضره تاعي شان نهدر ويخرجوا عليها بشويه يخرجوا عليها فهمني. انا نهار الاول قلت لك يا ودي يا العيد هذا الوقت مشي مليح تضرب واحد يكون مجروح، مشي مليح تضرب واحد يكون مجروح. يا خويا انا نخسر اونترينير وما نخسرش 100، نخسر واحد بصح ما نخسرش 100. حنا الدنيا علمتنا كيما هاك حكم عسكري تسيبو كيما هاك خويا، حنا تعلمناها كيما هاك، خسر واحد ما تخسرش 100 فهمني. اخويا لونتيا راح يجي خوه بصح هذوك 10 ولا 15 وين نصيبهم؟ وين نصيبهم؟ انا 30 جوار وين نصيبه؟ وين نصيب بال 30 جوار؟ بين دور لهادو هنا، هادو هنايا الشان تاع لافريك وما راحوا لهاش، ما يروحوا لهاش، ما يكاليفوا لهاش. فهمني تاع اللعاب المحلي، خلينا من هذه تاع التاليه تاع السيليما. ما غاديش يولوا يروحوا خاطر علاه هم لاهيين هنايا غيش على يسنيو وش على يديروا وش على يراخروا. الحمد لله يا ربي هدره هدرتها، هدرها الحاج محمد راوراوا، هدرها سرار، هدرها المدرب إغيد والمدرب سامحني اقاطعك، حيث ان سرار تكلم وقال ان تقدم للمنتخب الوطني لاعب او لاعبين من الاحسن ان تاخذ البطوله الوطنيه. واه هنا في الشامبيونه مد اللي كيما رؤساء الانديه تكلم عن رؤساء الانديه المدربين فيك يشاركوا فاهم. انت منا تطيق عليه في الهضره ولا منا تطيق عليه انت ولا هو انت منا تطيق عليه في الهضره؟ ها راه الاخرى مشي طايق يربحها ما يطيقش يربحها، هم منا تطيق عليه ولا مدربين رؤساء انديه يتكلموا يقول لك احنا عندنا احنا نورمالمون كاين لاعب محلي كاين. يا خويا اعطيني اياه هابي اللي جواره عندهم واحد. شوف شوف عندهم واحد كيما في غولي هنا الشوبينه كامله، كاين غارديا كيما بولحي وتكلم عنها رئيس اتحادية ايضا. كاين خلينا نهضروا، حنا هضرناها مقبل يا ودي ما عندناش واحد كيما بن طالب، يا عندهم واحد كيما ادم الوناس عندهم يعيبوا على زفان هذاك مول الكاميرا ولا يبين غير في زفان. ودي هذا 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 تحسب باللي زفان هو اللي دار الزنزله في الجزائر طيح كاع السكاني. يا زفان الله غالب، زفان الله غالب، مكاش لي كوبره الله غالب. يا اخويا كان يقول لك خوالد لعب، خوالد لعب كونت بوركينا فاسو وفرحنا وقلنا مزيه، زعما مش لعب كونت بوركينا فاسو قلنا مزيه كاليفينا فرحنا. هاك فهمني ما روحناش قطعنا شكون يهدر فيهم. بصح كاين خير منهم، خير منهم اسي محمد، ها ما عندكش ها ما خرجت والو، ها ولا تجي تقابلني انايا بكرافات وكوستيما وداير لي هنا اريدو وانت تقول لي كاين لاعب محلي. حرام مرتي ثالث ما يتفرجوا بالمحليين كاع، هيا مكاش اللي يتفرج فيهم كاع يكذبوا. وكي تكذبهم شوفهم في الفريق الدولي يجوا، مودريتش يعرفوه، ارماردو، ديغو، مارادونا يعرفه، كريستيانو يعرفوه وين تزايد هاك فهمني، روخرين يعرفوهم وين راهم زايدين، كاع يعرفوهم. بصح بن طالب يقول لك هذاك هذاك الطويل هذاك هذاك ما يعرفوش، والناس ادم ما يعرفوش هاك فهمني، ما يعرفوش هاد الناس. بصح يعرفوا بصح لي زيترونجي اللي يكونوا يلعبوا مع لي زي هادو صوالح يقول لك زفان. ناس غير كاين اللي يتفرج بارتيه رب العالي، يتفرج بارتيه يشوف بارتيه كامله قدامه. اسمع اسمع بوحنيكا قال زفان خسرنا
ايك نص زفان ولا يقرا جورنال زفان زفان لان متابعين هناك سواء كان على قناه شبيب بيجان او صفحه الفيسبوك تكلم وقال لماذا لم تتكلم عن اللاعب زفان ما نهدرش على زفان انا شفتهم لي كومونتير يقول لك هو هدر على زفان اللي ما يعرفش اللي ما يعرفش البالو يقول زفان خلاص بالو مين طلعت اللعب تبنى من لا ديفونس تاك 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 هو هدرو كي طلعت هنا كي نحصل في ان ديفونسير على نحصل في زفان على نقول زفان خسر الجزائر كيما عام 86 حصلوا في عبد الله ما عاد كي يسموه يا ربي راح لي اسمه تاع مدريد ما عاد كي هذا يهدر مع الفرنسي ذاك يهدر مع العربيه ما تفاهموش بيناتهم جاوا قيل سقراطس الماتش كي مركها لنا اما لا في منها والخلوص شكون اللي دايره دايره ماجر ودايره قندوز وبالشيخانة في الجزائر يدمر اما لا شي يدير حصلوا كاي في ذاك التروا وحصلوا في سعدان وجبدوا تاوحهم على جهه لا ماجر اخرين تربيك شبيهم داروا في الشروق داروا باللي بالماضي قاس تريكو داروا منه وراو صايفي هاو ديروا تاع صايفي تاع 2000 ديسكونت الامريكان مي دبو دبوز بغا يدخل راح صايفي قلع عليها الاخرى وراح هو دخل هاو هذيك ما تحضروش عليها البارح نهار كامل هما يوروا في غولي مبولحي ابراهيمي هذو اللي دخلوا علينا الامريكان هذو شنو داروا ها ماتش نيل وعندو الحق انا مع في غولي ومع مع مبولحي مع هذو ما ننساوش حنايا شوف ماشي حنا بعض الناس دي كان يدير فيه 9 صوالح تاع خير اسمع لي هذه معنى 9 صوالح خير العشرة تغلط تقولوا تلاقاو على التسعة تجيها العشرة ونص تغلط اي يحسب لك من العشرة انت كي والو ما صا مهون يحسب لك يجبد لك من هذه التالية وتجي مهون ها انا نقول لك يبغوا يجيبها لك مرة ويجي طالع معك شكرا لك زميلي احمد شوبير حيث اعجبني كثيرا اليوم كريم أيت عثمان حيث لما صرح راو وقال فيما يخص المشاكل التي تحدث عنها في المنتخب الوطني أن رئيس اتحادية الحاج محمد راو لا يستطيع إلى يومنا هذا أحد أن يكذب ما صرح به راو إلا المدرب أو الناخب الوطني السابق ميلوفان رايفاتس. شوف العيد خويا حنا ضرب ما نجموش نتنتو لهذو الناس اللي يكذبوا على الشعب الجزائري عرفتني هذو يكذبوا على الشعب تاع الجزائر دروك مادام الحاج محمد راو رئيس اتحاديه الجزائريه لكره القدم الجزائريه صرح بهذا الكلام مكاش اللي يجي يكذب على الشعب الجزائري اللي راه على باله لونترينير الناخب الوطني الجزائري هذا اللي راه على باله هذا اللي قادر يرد ولا صح يسكت حنا شنا ذاك رضا عباس هذاك تاع الخبر جريدة الخبر شا قال لهم قال لهم لهنا كاين تناقض عند راو خطرة قال صح خطرة يكذب باش توصل لواحد شخصية تاع واحد شخصية هذا شخصية وطنية سي محمد هذا شخصية وطنية هذا ماشي كيما ذوك راهم مقابلينك عارفينهم بلي يكذبوا عارفينهم بلي منا تعرفوا بلي ها مخترع كرة القدم دار مشاكل في 82 ودار مشاكل في 84 وقال لهم انا جامي درت مشاكل الحمد لله يا ربي خرجت مقيم ليكيب ناسيونال انسى روحو باللي نهار لامسيا جي اس كا مي ماركا راح يجري ودار ديك العام ساها كان الخالف خاطش على خالف شا قال لهم قالوا له ما تلعبش بالشيخ قال لهم ما يدخلش عندي في الخطه عنده لعب تاع احياء يقذبها تاك 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 ويمدها ويعاود يولي هاك فهمني قالوا اما لا قاعد حاقد عليه تما انسان هذا كان يدير في الخلو وما نجموش نكذبوا ذي الناس ليك ضربك مادام رئيس اتحادية هدرها قال لهم شكري صعيب قاعد الناس تسكت وقاعد تما قعدهم مشي دار لهم كنعيهم في الماء بارد انا ما نجمش نقولها قعدهم في الماء البارد قعدتو في الماء البارد ما تجوش غدوا ان شاء الله نشوفكم خرجتوا علينا في حديقة الحيوانات تمصى كل واحد يلعب كل واحد يلهي في الناس واحد يلهي منا تصيب شادي منا يلهي في الغاشي تصيب زرافة دايرة هاك تصيب ضبع كرا عوج وكرا اخر ويجري ما خاصناش الناس تهدر لنا هاد الصوالح حنايا كيما يقول لك
صرار فانيك لعب اللي كيما يقول لك الصرار لعب مع ماجر لعب كونت بالشيخ لعب فاهمني صرار فانيك لعب في وقت بالشيخ ما كاش كاين دراهم لعب في وقت ماجر لعب في وقت ما مناد قال لهم عطاونا ديك تاع الناموس عيب عليكم صرار على ما يهدرش كيف هذه انورمال علاه صرار ما يهدرش في ليكيب ناسيونال علاه نتوما تهضروا في ليكيب ناسيونال هذه شتي هي ونطلب منكم اي حاجه بسيطه ما كان والو كاع حاجه ديروها بالخف علاه مي تلعب ليكيب ناسيونال ما تنجموش ديروا تريكو تاع الفريق الوطني ما تنجموش ديروا علامات ما ديروش علامات ياه ما تنجموش تتحدث عن رابح ماجر وبالشيخ على ما رابح ماجر وبالشيخ ليخ راني باغي نشوف رابح ماجر وعليه بالشيخ وبوحنيكا يديروا لنا الموات تاع الجزائر ويديروا لنا الشاش تاع الجزائر الاخرى اعلام تاع تريكو تاع الجزائر انتوما وطنيين انت تقول بلي انا مديت للبلاد هما لا ديروا على الموات تاع الجزائر ديروا الاخرى ماشي درت انتوما درتوها مي كنتو تدوا الدراهم كنتو تلعبوا كنتو دايرين اعلام انا خاصني ضروك نشوفك نهار نيجيريا خاسره الجزائر تربح الجزائر ان شاء الله بربي ولا فوبا ولا ديروا على المواد تاع الجزائر اروحوا كونت البلاد لا يدعم لكم في القناه تاعكم.